الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي، كنرحب بكم في هذه القناة اللي هي قناتكم، وأهلا وسهلا بالجميع إن شاء الله. في بداية الفيديو غادي عندي واحد الملاحظة غادي نقولها قبل ما نبدأ إن شاء الله. هذا الفيديو اللي غادي نديرو فيه مقروط بطريقة جميلة جدا ومذاق رائع ديال الفروي اللي كيختلف على المقروطات اللي كنعرفو جميعا إن شاء الله. بالنسبة داك النهار اتصلت بي واحد السيدة قالت لي راه الأخت مجدة المراكشية ذكراتك في واحد الفيديو، يعني مشيت قلبت دخلت لعندها بغيت نعرف علاش شنو علاش ذكرتني. الحمد لله انني شفت هذاك الفيديو ديال ديك السيده، وفعلا كلامها كله صح 100%. كلامها اللي قالت في هذا الفيديو ان شاء الله صح. علاش؟ فعلا الطبخ في اليوتيوب يعني ولا بطاطا، يعني طاح سميتو ديالو طاحت. كاينين قنوات. شوف باش نقدروا نعرفوا القناه اللي هي واش كخدامه مزيان ولا ما خدامهش مزيان، غادي نشوفوا واش عدد المشاركات اللي مشاركين في القناه. انا عندي 1,400,000 وشي حاجه، 1,400,000 ديال المشتركين. من هاد 1,400,000 شحال كيدخل منها في هاد واحد 15 يوم 20 يوم 30 يوم؟ كندخل ديك 15,000 18,000. كاين فيديوهات وصلوا 100,000. ويني واش هاد المقياس بحال الناس اللي عندهم 5 مليون، والناس السيدات عندهم مشاهدات وعندهم سميتو ديالهم وخدامين كيلوحوا بانتاج بقوه، كينتجوا كيعملوا كيجتهدوا راه ماشي سهل يا اخواني يا اخواتي، والله ماشي سهل باش واحد الانسان توقف في الكوزينه ديالها وتحط السلعه وتحط سميتو وتخدم وتدمر، وفي الاخير تشوف في المثال 100,000 مشاهده. 100,000 نشوفوا 100,000 غنقولوا 100,000 المشاهده، والرقم ديال الاشتراكات ديالها كيتعدى 1,500,000 و600,000 جوج المقري، كاين اللي قريبه لجوج المليون، كاين اللي قبايتين 5 المليون، كيضربوا 200,000 ولا يضربوا 100,000. واش هاد 200,000 في 5 المليون في المثال ديال المشتركين واش شي حاجه مهمه؟ ابدا. انا 1,400,000 واش ملي تدخل عندك 3,000 ولا تدخل عندك 4,000 ولا تدخل عندك 5,000 واش هاد الشيء مهم؟ واش هاد الشيء فعلا صح؟ هاد الشيء كيشجعنا باش نمشيو في المستقبل. هذيك الاخت المراكشيه مجدة المراكشيه مشات قلبتها لي بلوغر، كتخرج ملي دير الطبخ كينعس، ملي كتخرج شويه كيتحرك داك شويه. وفعلا انا شفت بعض التعليقات عندها تما، ماشي هما هذوك حشومه باش الانسان يدخل. انت غير باغا الفلوس، انت غير باغا، انت غير باغا، وشنو باغا؟ هاد السيدة اللي دارت هاد القناة ديالها وكتوقف في الكوزينة لا بغات تصوب وصفة خصها 3 سوايع أو 2 سوايع في المثال، أشنو بغى من هاد اليوتيوب؟ ها والمغاربة ديالنا، المغاربة ديالنا خصهم يفهموا أن اليوتيوب متاجر، عبارة عن متاجر. ملي كتحل القناة ديالك راه كتحلها باش ترزق منها الله، ولا غادي ترزق الله راه غادي تجيب سلعة وتجيب سميتو، ماشي ندخلوا على واحد الانسان انت غير الفلوس، انت غير الفلوس، انت غير الفلوس، وانت اش باغا؟ انت اللي دخلتي كتقولي انت باغا الفلوس، اشنو باغا انت؟ كتخدميش عقل، كتخدم هذاك العقل اللي عطاك الله، ما كتخدميش، لانه كون خدمتيه ما تقوليش للسيده انت باغا الفلوس، انت باغا، واشنو باغا انت؟ انت كتقلبي على الفلوس، انت براسك. غير كاين الناس اللي كيقلبوا على الفلوس في حاجه طيبه وحاجه حلال، طبخ مثلا، او الانسان يبدا يدير البلوغر زوينين. ايوا اشنو؟ راه الطوندونس المغربي راه عار على المغاربه، الطوندونس ديالنا راه عار على المغاربه، راه اللي كيطلع فيه اشياء تافهه واشياء قبيحه، قله الادب اللي كتطلع فيه، كتطلع المستوى. كاينين الناس تبارك الله في الطوندونس اللي تبارك الله عليهم ما غاديش نعمو. انا كان نعم نقدر نقول القنوات اللي كيديروا روتيني اليومي اللي كيحاشاكم كيبينوا الاعضاء ديال سميتو ديالهم الفورما ديالهم ويبينوا هذا، واش نقول هذا الشيء اللي كنشوفوا بحال هكا واش مزيان؟ لا ما مزيانش. دينيا اسلاميا ما مزيانش، عقليا ما مزيانش. والله يا اخواتي صحابات هذا الشيء اللي كيديروا هذا الشيء، اقسم بالله العلي العظيم، وهذا قسم
والله هو اللي شهد عليا انكم ستدفعون ثمن غالي غالي على داك الشيء اللي كتبينوا، غادي تدفعوه، كونوا على يقين انكم غتدفعوا الثمن غالي، ماشي انا اللي غادي ندفعكم الثمن، ولا اللي راه عيون عيون كتركز عليكم، 20,000 عين وفيهم عيون ناريه كتطلق لي سكود كتصيفطهم وانتم كتدخلوهم، وغادي تاديوا ثمن خطير خطير خطير. يا اخواني يا اخواتي، اليوتيوب مديور باش نستافدوا منه ونفيدوا منه، نستافدوا منه باشياء جميله. كاين اللي كيتحدث على التقنيات بحال رغيب امين، كاينين بزاف ديال الناس، كاين الناس اللي كيديروا سميتو اشياء جميله في اليوتيوب، ماشي غادي نعمم، راه كاين واحد 50 او 50% ديال الناس يوتيوبرز توب في الطبخ، هنا في الخياطه، في الطرز، في هذه في جميع الميادين، وكاينين واحد 50% ولا اكثر كاع من 50% يعني تلاحوا لهذا اليوتيوب البروباغندا والكذوب واشياء ما تصورش. راه اليوتيوب نورمالمون كان مدير باش نقدموا فيه محتوى جيد، محتوى اللي يشرف بلادنا ويشرفنا احنا المغاربه، ماشي محتوى اللي يجيو المغاربه يدخلوا ليه ويلقاه محتوى فاسد، وهذا الشيء راه ما مزيانش، هذا الشيء راه ما مزيانش، وكتعرفوه، وفعلا كيجيب لكم الفلوس، وفعلا كتدخلوا فيه الفلوس، وفعلا ايوا اشنو؟ اش من الفرق ما بينك وبين واحد السيده في الزنقه؟ اشنو اش من الفرق؟ ما كاين حتى شي فرق. سيدات كيتوفى لهم الراجل، كيطلقوا، كي سميتو كتجي كتبغي تدير شي حاجه، شي مشروع تعاون بها راسها وليداتها، وسميتو حلال عليها باش تدخل اليوتيوب، وحلال عليها باش تقلب على الفلوس في اليوتيوب، وحلال عليها باش تخدم. هذه خدمه، اللهم هذه خدمه، ولا تمشي لشي بلاصه يتلاحوا عليها الذئاب البشريه، اللهم هكاك، وهذا حلال. انا كنشوف سبحان الله كاين بعض الناس غير حالين فمهم بالهضره الخاويه، باغا الفلوس، باغا هذه، وانت اش باغا؟ انت يعني ملاك منزل، ملاك يعني فلوس حرام، فلوس ماشي حرام، فلوس راه هما كل شيء في هذا الكون، كل شيء في هذا في هذا في هذا في هذا الزمان، يعني الا مشيتي للبقال خص فلوس، الا مشيتي للخضار خص فلوس، الا مشيتي للجزار خص فلوس، الا مشيتي تقضي فلوس، الحوايج فلوس، كل شيء فلوس، الضو فلوس، هذه فلوس، كاين شي حاجه بلا فلوس؟ ما كاين حتى حاجه بلا فلوس يا اخواني يا اخواتي. قدروا الناس واحترموا الناس واحترموا عقول ديال الناس، ما تكونوش سميتو. راه كنشوفوا بعض الناس كيدخلوا عندك انت الشاف، انا راه والله غادي يجي واحد الوقت غادي نستغنيو على هذا اليوتيوب. لاش؟ لان انا نبذل مجهود باش نعطيك وباش نعلمك وباش نوريك وباش تجي انت تجازيني بكلام نبي، ولا تجازي هذيك السيده اللي هضرت عليها في الاول ديال الفيديو بكلام نبي، ولا تجازي هذه، ولا تجازي راه حتى هي محتاجه الفلوس. داكشي علاش خدامه، وداكشي علاش باغا تجي؟ ما كاينش في الطبخ، رجعي للطبخ يا الاخت مجدة، رجعي للطبخ. رجعت الاخت مجدة للطبخ، واش شجعتوها ملي رجعت للطبخ؟ واش شجعتوها؟ ما شجعتوهاش. راه كاينين اخرى سيدات كنعرفوهم وكيعرفونا في الطبخ، وكيبذلوا مجهود كبير، كيديروا وصفات كبار، وكيعمروا الميده ديالهم، وكيعمروها وكيضربوا تماره، واللي دخل عندها وكتلقى عندها مليون وزياده، ملي كيدخل عندها 100,000 راه ما دخل عندها والو، راه كيطيح فيديو من التفاهات، من ابسط التفاهات، مشاكل ديال الشؤون الداخليه ديال الناس، كيطيح فيديو كيوصل مليون في سميتو. شوف الاخلاق، وشوفوا المستوى اللي وصلنا ليه. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يلطف بنا ويلطف بعباده المؤمنين ان شاء الله. ونمشيو للوصفه ديالنا. مرحبا بكم. مرحبا، عندنا واحد كيلو ديال السميد، كيلو ديال السميده رقيقه، هي اللي غادي نحتاجوا لهذا المقروط ديالنا ان شاء الله. واحد 400 غرام ديال لوز بودرة، لوز اون بودر كيتباع هكا. هاد البريوات يعني اللي هاد المقروط غادي يكون بمستوى المقروط في درجه كاليتي بريستيج ان شاء الله. 400 غرام ديال اللوز،
دو دي فروي كونفي يعني المذاق ديالهم كل حاجه كاين الفريز كاين الاناناس كاين يعني مذاق ديال الفروي فعلا ماشي داك الفروي كونفي اللي كنخدموا في الشنيك وداك الشيء ماشي هو هذا يعني هذا المذاق ديالو يعني ديال اللي فروي وفعلا سيدي فروي مكونفيين مصوبين على على هكا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نخدموا واحد لترو ديال الكريمه طازجه ديال الطبخ ديال الطبخ يترو ديال الكريمه ديال الطازجه ديال الطبخ ان شاء الله الكريم فريش ديال الطبخ واحد 300 غرام ديال الزبده الزبده كنديروها في بلاستيك وكنضربوها كتولي رطبه كتجي رطبه ملعقه ديال القرفه عامره وملعقه ديال الملحه ايضا عامره صغيره معالق صغار زيت زيت نباتيه اي نوع ديال الزيت النباتيه ناخذ القرفه ديالنا ها هي نديروها نديروا الملحه ايضا وغادي نخلطوا الجميع بحال هكا ومن الضروري اننا هاد السميد ديالنا باش ما يجيناش لاصق ويجي قاصح ويجي سميتو غادي نديروا ليه الزيت يعني باش نعلكوه باش يجي يعني هشيش دائما الزيت ضروريه السميده قبل ما نبداو نعجنوا فيه لان الا ما مشينا تنعجنوه واخا نزيدو الزيت ما غاديش يبقى عندها شي حتى شي دور في العمليه العمليه كتكون هكا من هنا كتكون مزيانه الزيت كتشوفوا درنا واحد الكميه بسيطه تقريبا غير باش يرجع السميد ديالنا بحال هكا مزيت السميد ديالنا فيه شويه الزيت يعني الحبيبات غادي تفرقوا ان شاء الله ها هو ما نكتروش الزيت هكا هكا كتشوفوا فيه ها هو هنا كنخدموا الكريمه ديالنا ها هي هي باش غنعجنوا هاد السميد ديالها كل مره كندفو شويه لان كاين السميد اللي كيشرب وكاين السميد اللي ما كيشربش الا ما كيش يشربش السميد ديالنا ما نديروش يترو خطره وحده هذه كريمه ديال الطبخ هانتوما شفتو باش ما كنخلطو باش ما كيتجمع كيقصح ها هو شوفوا كيرجع يعني تبارك الله شي حاجه هانتوما خصو يكون لينا هكا نحاولوا نخليوه معجون مزيان شفتوا العجين ديالنا كيرجع نغطيوه ان شاء الله بشي زيف بحال هكا ونحيد هذو كوطي باش نصوبوا الحشوه ديالنا هي اللوز غادي ناخذوا الزبده غادي نعجنوا اللوز والزبده هما الاولين عاد نضيفوا لهم هذوك لي فروي ما نديروش كلشي نديرو غير شويه ونعجنوه الزبده ديالنا واللوز غادي نخلطوا هاد الجوج تيتعجنوا مزيان وغادي يجيو معلكين وهاد المقروط ديالنا غادي يطيب في الفران يعني ماشي في المقلاة هانتوما كتشوفوا ها هو تيتعجن خصنا حتى ما يبقاش لينا داك اللوز هو شتو نطحنوا الفروي ديالنا راه فيه الليمون فيه بزاف ديال كيجي هاد كيتباع عند صحاب الحلويات الا جاب الله شريتوه قدروا تخليوه تغطيوه بشايو تخليوه على برا باش ينشف
ينشف مزيان هنا بغينا نطحنو غير شويه ماشي غير يطحن شويه لانه هو نورمالمون الا بغينا نخدمو به خصنا نقطعوه الا بغينا نقطعوه احسن تجينا احسن اما هكا باقي رطب داكشي علاش ما كيطحنش ها هو ما طحنش بزاف غادي ناخذو ان شاء الله نصوبو نديرو طريقه اخرى الطريقه اللي غادي نديرو هي اننا ناخذو موس ماضي هكا غير باش نصغروا الفوليم ديالو ماشي بغيناه بودره ولا بغيناه نصغروا داك الفورمه ديالو باش ملي غادي نديروا داك العمليه ديال الطبيع ديالو باش نطبعوه ما يجيناش خارج من العجينه كتشوفوها حنا خلطناه ها هو كيجي مخلط مزيان هذه هي العمارة الحشوة ديالنا مقروط كنجيب واحد الكايد ديال الكوزينة او الطابي بحال هذه او الطابي غادي نسرحو فوق منها ونغطيه بشي طابي اخرى هانتوما نسرحوه نجيب واحد الرولو هانتوما هكا يكون مسرح وغادي ناخذ واحد المول نقطع منه دوائر بحال هكا هذه طريقه زوينه اللي غادي نوريكم ان شاء الله كنقلبوها بحال هكا كنحاولوا ان شاء الله ولا نخليوها غير هكا نقلعوا هادو ها هما كنخدموا واحد باش نهزوا هاد الدوائر ديالنا هما اللي غادي نديروا في الطوا ردوا معايا البال هنا بشويه الزيت وندوزوا قاعد ما بغيناش يعني ماشي غادي نزيتوا الطوا بزاف هادي غير نديرو شوية الزيت غير احتمال باش ما يلصقش لينا في الطاوة هكا غادي نبداو نحطو ان شاء الله هاد هنا غادي ناخدو الحشوة ديالنا ها هي غادي نوريكم غير شوية وان شاء الله تبعو معنا مزيان نحطوه فوق هنا وناخذوا واحد المرسو اخر هانتوما غادي نحطوه فوق منه ونحاولوا نديروه في شي مول بحال هكا وغادي ناخذوا هاد الزواق ها هو اللي كتشوفوا فيه شفتوه غادي ندخلوه في المول هكا ونضغطوا عليه ان شاء الله ومن الاحسن هاد المول ديالكم ديروا ليه الزيت باش ما يلصقش لكم من الاحسن دوزوه في الزيت بحال هكا وتعاود ديروه وتضغطوا مزيان واللي غادي نحيدوه ان شاء الله غادي يترسم عندنا هنا هاد الشكل اللي كتشوفوا فيه باذن الله ها هو وهنا كنحيدوا هاد الزياده ديال العجينه غادي نقولوا نعاودوا مازال شي بياسات
هذا راه كلشي غادي ندوزو، هادشي راه ما كنحيدوش ولا شي حاجه. هذا الورقه درناها رقيقه، وكون غلطناش ما يتجمعش بحال هكا، غادي نحطوه هنا في المثال، وغادي نحاول نضغطو من الجناب بحال هكا، نقادو بيديا. غادي نجيب العجينه ديالي اللي هي عجينه اللوز مع لي فروي اللي قلت لكم، غادي نحطهم في الوسط هكا، وغادي نشوف ناخذ هذا العجين ديالي، ها هو عاوتاني نحطوها فوق منه بحال هكا، ونضغطوا عليها من الجناب بحال هكا باش تسد، باش ملي نوركوا عليها غادي ناخذوا المول ديالنا ها هو كنديروه ونوركوا باش نقطعوا هذاك الزوائد، ونديروا هذا في الزيت ونجيبوه ندفعوه. ها انتم شفتوه الضغط يكون جيد باش يديسينا لينا داك الشيء مزيان ويخرج لينا مزيان. هاد الشيء غادي نحيدوه قبل ما نحيدو هاد المول، ها هو شفتوه هاكا كيجي بحال الشهده ديال العسل. نقدروا ناخذوا هذا بحال هكا بلا ما نسرحوه في المثال، الا ما بغيناش بلا ما نسرحوه، الا غادي يجي حيت الا درناه رقيق كيجي واعر باش تحيدو. كنديروا هاكا ناخذوا كره بحال هادي نسرحوها في يدينا هاكا، ها انتما غادي نجيبوها ان شاء الله نغطيو بها هذا ديالنا بهذه الطريقه بدون ما نسرحوه في الطواء. جوج طرق، اللي بغى يخدم هكا كيخدم، اللي ما بغاش يخدم بحال هكا غادي نجيب هذا غادي نديرو ندورو نجمع هذا الشيء اللي الجناب هكا، نجيب هذا يعني الطابع ديالي ندخلو هنا ونورك مزيان باش الطابع يطبع ليا مزيان هكا. هانتوما شفتو كي كيجي رائع باذن الله. وغادي نشوفو النهايه النتائج كي غادي يخرجوا لينا ان شاء الله الرحمن الرحيم. هنا ان شاء الله غادي نلوحو المقروط ديالنا في درجه الحراره 180 درجه، الفران يكون سخون مسبقا، كان هو سخون كنلوحوه في العسل بحال هكا غير بشويه من فضلكم. هنا غادي نوركو عليه باش يشرب العسل مزيان، خصو يشرب لينا العسل. هذا راه واحد المقروط رائع بمعنى الكلمه. مرحبا بكم اخواني اخواتي، هذا هو المقروط ديالنا على شكل شهده اللي كيجي رائع رائع رائع، وكيجي الحشوه ديالو كتجي ان شاء الله هانتوما كتشوفوا ها هو كيجي هائل في الوسط ديالو. نتمنى اخواني اخواتي تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو الرائع ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صدعتونا بالمراز.